الجزائري، السيد والي واقشوط الغربية، السيد رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، السادة والسيدات ممثلو شركائنا الفنيين والماليين، أيها السادة والسيدات المدعوون الكرام، تحتل ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مكان الصدارة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ غزواني، الذي يسعى إلى موريتانيا ينعم الجميع فيها بقيم الإخاء والعدالة والإنصاف. وتعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بن البلاد ضمن برنامجها على ترجمة ذلك الاهتمام ليعيشه المواطن واقعا ملموسا من خلال مجموعة البرامج والأنشطة التي تصب بمصلحته دون من ولا أذى. وضمن هذا التوجه يعمل قطاعنا على دعم وتقوية الفئات الأكثر ضعفا من المجتمع ضمن دائرة اختصاصه وعلى عموم التراب الوطني. أيها السادة والسيدات، ومن هذا المنطلق وقع قطاعنا اتفاقية تمويل مع المكتب الدولي للشغل، الأمر الذي سمح بوضع المشروع التجريبي للتكفل بالتأمين الصحي لصالح 300 شخص من ذوي الإعاقة بولاية كدماغة. كما يعمل قطاعنا بشكل متواصل ضمن السياسة العامة للحكومة على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد اختتام المشروع التجريبي الذي تم عرض نتائجه قبل أشهر، ارتئينا أن يتم التفكير باستمرارية التأمين الصحي والبحث عن آليات موازية على مستوى المجتمع المدني الذي سيكون له دور مهم في تحسيس أعضائه لتبني التأمين الصحي الموازي للآليات التقليدية الحالية. وفي هذا السياق تندرج هذه الورشة التي نشرف اليوم على انطلاقها والهادفة إلى تعزيز قدرات رؤساء الجمعيات الوطنية الأعضاء الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة حول التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي الطوعي. أيها الجمع الكريم، وفي هذا الصدد فقد تحقق في الآونة الأخيرة العديد من المكتسبات الهامة، سواء تعلق الأمر بتعزيز الجانب المؤسسي وبترقية حقوق، فضلا عن توفير المعدات المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة. ومن بين المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة الكريمة في الآونة الأخيرة يمكن أن نذكر على سبيل المثال إلى الحصر مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج التكفل بالأطفال متعددي الإعاقة لتصل هذه السنة إلى 604 أسرة، ونعمل على أن يصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج 1000 أسرة، على أن يغطي جميع الأسر الموريتانية التي لديها طفل متعدد الإعاقة. الاستمرار بإنتاج وتوزيع بطاقة الشخص المعاق الذي استفاد منها أكثر من 4000 شخص من ذوي الإعاقة يستفيد نصفهم حتى الساعة من التأمين الصحي والعمل الجاري لاستفادتهم جميعا من ذلك التأمين. وفي مجال النبال إلى التشغيل، فقد أطلقنا خلال الفترة المنصرمة برنامجا لتمويل مشاريع مدرة للدخل حوالي 3800 شخص من ذوي الإعاقة استفاد منهم حتى الساعة 2000 شخص على المستوى الوطني. دعم قدرات الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمنحة مالية سنوية تصل 85 مليون أوقية قديمة. بخصوص التعليم المتخصص، تم فتح فروع لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة لخمس ولايات، وننوه بتجاوز حوالي 20 تلميذ أصم امتحانات دخول السنة الأولى إعدادية، فضلا عن تجاوز تلميذتين مكفوبتين لامتحانات البكالوريا. ولضمان التكفل الأمثل لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، قد تم إنشاء شعبة خاصة بالتربية المتخصصة بالمدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخرا. كما تم وضع المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة بما تحمل من توجهات كبرى لحماية وترقية هذه الفئات. أيها السادة والسيدات، إن تنوع المشاركين بأعمال هذه الورشة التي تدوم يومين وغزارة تجاربهم يجعلني على يقين بأن مخرجاتها ستكون على درجة كبيرة من الأهمية، لذلك فإنني أطلب من المشاركين بها إدراء النقاش حول الموضوع وتوسيع نطاق التفكير للرفع من مستوى الفهم والخروج بتوصيات ستساهم في وضع وتطوير مبادرات حول التأمين الصحي من طرف جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعدكم بأن تلك النتائج ستجد في قطاعنا الدعم والمناصرة اللازمين. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر للسلطات الإدارية بالولاية على حسن التنظيم، وشكر موصول لكافة شركائنا بالتنمية على موافقتهم لجهودنا بمجال ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المكتب الدولي للشغل. وبالختام
وأعلن على بركة الله انطلاق أعمال الورشة التكوينية لرؤساء الجمعيات الأعضاء الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص بالإعاقة حول التأمين الصحي الإجباري والتأمين الصحي التطوعي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. لا نسمح رسميا